تحياتي للجميع. بهالحلقة بدي أحضر أكلة كتير طيبة، كتير مغذية وكتير سهلة. اسمها الحمص المدمس أو الحمص السادة. بلزمني كوبين من الحمص مسلوق، بهرسهم على الناعم، هالأكلة قيمتها الغذائية مذهلة وغنية جدا، إذا بعد ما هرست الحمص بضيف له رشة ملح حسب الذوق، حبة من الثوم المهروس، وبخلط جيدا. مثل ما شايفين أكل كتير كتير سهلة. إجمالا خلصت. بتتاكل مع الخضار، فينا ناكل مع بندورة أو خيار أو حتى بصل. بسكب بالصحن، فيكم ترشوا فوقها إما قرفة أو كمون، أنا بدي أحط من اثنين. هيدي القرفة، وهلأ بحط برش الكمون. الكمون بيعطيها مذاق مذهل، هي أساسا بتتاكل بالكمون. وبتوجها بزيت الزيتون الفاخر. وهلأ بدي ذوقها عندي. الخبز اللذيذ، الخبز العربي أو اللبناني. بدي ذوق الحمص المدمس. هالأكلة بتاكلوها صباحا او ظهرا او مساء، ولما تاكلوها فعلا بتحسوا باكتفاء، بتحسوا انكم شبعتوا. بتجنن فعلا، أكلة كتير كتير طيبة. هيدي ضروري تاكلوا منها. كل فترة الحبوب كتير كتير مغذية، مفيدة جدا للصحة. بتمنى تحضروها وتعطوني رأيكم وتحطوا تعليقات تحت هالحلقة. إذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.